مساء الخير. الحرائق لاحقت فصل الصقيع فتقلبت النيران على شهر كانون وكشفت مرة جديدة العجز اللبناني عن مواجهة حروب الطبيعة وحروقها، كما عجزه عن مداواة الحروق السياسية. ففي يوم أحد هادئ سياسيا جن جنون النار فامتدت ألسنتها إلى مناطق أقرب إلى الساحل، ودفعت رئيس الجمهورية إلى الانتقال من التشاور السياسي إلى معاينة اللهب الذي تبت يداه على فتر وفي وادي نهر إبراهيم ووادي شحرور والجمهور وأحراج جزين وقرى عدة من جبل لبنان إلى حلب عكار. الرئيس سليمان الذي قصد حرائق فتر أبدأ أسفه لأن التجاذبات السياسية تؤخر كل الإنجازات الواجب القيام بها. ومن غربته في السلطنة أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالات بتركيا والأردن لتزويدنا بالمساعدات القادرة على إطفاء الحرائق. ولو كانت الحرائق في جبل الكرمل وحيفا لهبت أياد عربية ودولية في الساعة نفسها وبلا مناشدة إسرائيلية، إذ إن 16 دولة بينها مصر والأردن تحركت عفوا لإخماد الحرائق في شمالي فلسطين المحتلة، إلى درجة أن إسرائيل أعلنت اليوم الفائض في المساعدات وقالت إنها ما عادت في حاجة إلى طائرات إضافية لمكافحة الحرائق بعد وصول طائرات من جميع أنحاء العالم حسب ما أكد مكتب نتنياهو. وزيادة في الحرص، ومع أنه جرت السيطرة على نيران أحراج الكرمل فإن نحو 30 طائرة وطوافة كانت تعمل اليوم، ما اضطر إسرائيل إلى إلغاء النداء العاجل الذي وجهته إلى الأسرة الدولية. أما للبنان فما من معين يواجه الكارثة بطائرة محلية واحدة وببرك ماء صناعية وبمجلس وزراء معطل، وحتى إذا اجتمع فلا مياه باردة لديه لإطفاء حرائقه السياسية، فكيف بمواجهة غضب الطبيعة؟ ولكن هل تعيد الحرائق الحكومة إلى رشدها والوزراء إلى نصابهم؟ وإذا كان 120 حريقا لم تحفز مجلس الوزراء على الاجتماع، فمن القادر على جمع وزراء اللهب السياسي؟ وبحسب رئيس الجمهورية فإن الحريق وصل إلى بيوت الناس الذين لا دخل لهم في السياسة، ما يحتم علينا أن ننكب على دراسة خطط حقيقية لا ارتجالية. إسرائيل احترقت وأطفئ حريقها في 4 أيام، ولبنان لا زال يحترق، ولا سينسين هذه المرة تمده بالماء والإطفاء. وفي جبل الكرمل لم يسمح العالم بجعل إسرائيل مكشوفة يلتهمها حريق، أما في جبل لبنان وساحله فإن المجتمع الدولي الذي لم يكترث لاحتراق ثورة الأرز لن يهتز اليوم لألسنة النار وهي تلتهم أرزه ومجده ودرة الشرقين. ولا يعرف بعد علامة ستأتي هذه النيران سياسيا مع صدور القرار الاتهامي. وحياله أكدت المحكمة الدولية عبر مسؤولة مكتب التواصل وجد رمضان أن لا شيء يمنع المحكمة من إعلان صدور القرار من دون مضمونه إلا بعد موافقة القاضي فرانسين. وقالت رمضان إنه حتى الآن لم يصدر القرار رسميا بعد.